بوشكيوا هي سيدة مغربية مواطنة مغربية عمري 54 سنة، أم البنت عندها 32 سنة وجدة لحفيدة عندها سنة، وأستاذة مادة الفلسفة بأكدز إقليم زاكورة. حقي في ممارسة الحرية هو الحق اللي يعني ماشي مختص بي أنا كفرد، وإنما كنشوفه هو الحق اللي خصو يكون عند جميع الأفراد في دولة داخل دولة، يعني دولة الحق والقانون. أوله حق في التفكير، يعني عندي الحق نفكر كيف ما بغيت، وبطبيعة الحال عندي الحق نعبر في إطار حرية التعبير، نعبر على كيفاش كنفكر ونقول الرأي ديالي ولو باختلاف، سواء يعني في الفضاء اللي مسموح لي نعبر فيه كيف ما كان طبيعة هذا الفضاء، يعني سواء عمومي أو خاص باش نعبر فيه على الأفكار ديالي. الأداء اللي وصلني هو الأداء، أولا وصلني من الإطار اللي كنشتغل معاه اللي هو وزارة التربية الوطنية، سواء من خلال ما حدث في نهاية 2014 وبداية 2015 عندما تم توقيفي من تدريس الفلسفة بالثانوي، أيضا إلى تعرض لواحد الأداء، صحيح أنه كان من قبل أداء من طرف الأسرة ديالي وعلى رأسها الأخت ديالي اللي اعتدت عليا وهي الزوج ديالها، وحاولت يعني حاولت أنها تقتلني كي كتقول هي باش تخلص المجتمع من إنسانة اللي تتمارس هذه الحرية بتشكل في هذا المجتمع، وأن ما عندكش الحق تمارس حريتك ألا وهي حرية التعبير. السخرية حاضرة في كل نوع من أنواع التعبيرات عند الإنسان، خصوصاً التعبير الفني، سواء في المسرح، سواء في السينما، سواء في الكتابة، سواء في مجموعة ديال المجالات. والنكتة بالدرجة الأولى، هناك النكتة اللي هي أكبر مظهر من مظاهر السخرية، وغير هي هناك الأشخاص عندهم إمكانية السخرية. أنا كنتمي الناس اللي كيمارسوا اللي كيعجبني نمارس السخرية السوداء، يعني داك التهكم ولكن كتسمى ليمورنوا، يعني سخرية سوداء، يعني ماشي فقط من أجل الضحك وإنما من أجل السخرية من الواقع بالدرجة الأولى. ربحت شيء الكثير جدا، يعني ربحت واحد تعاطف إنساني كبير جدا. هناك كثير من الناس اللي كانوا كيبعثوا لي، خصوصا في شهر أبريل وماي ويونيو، وحتى لهذا الشهر تقريبا بعض الأشخاص بعثوا لي بحوالات مادية. كاينين الناس اللي دخلوا بشكل مباشر، يعني كاينين الناس اللي اتصلوا بالمسؤولين في الوزارة، كاين اللي اتصل بمدير الديوان، كاين اللي اتصل بالوزير شخصيا. هذه الحملة ديال التضامن كبيرة، وطبيعة الحال رغم هذه المعاناة ديالي خلال هذه السنة على مستوى المادي وحتى المعنوي، لأن حسيت بالظلم وحقرة كثيرة، ولكن هذه تقريبا واحد جوج الأسابيع تم إخباري بأن الملف ديالي راه صافي تسوى، وأن دابا مسألة أيام. حرية بقى حلم، يعني بقى حلم في المغرب. صحيح أننا تملكنا نوع من الحريات، خصوصا مجال حرية التعبير اللي عطاتنا فضاءات التواصل الاجتماعي بمختلف أشكالها، ولينا كنعبروا كنكتبوا كننتقدوا، الناس ما بقاش كتخاف. بالنسبة للقوانين الداخلية أو القوانين المنظمة لمهنة أسرة التعليم، يعني لازالت تحتاج إلى الكثير من الإصلاح، خصوصا أنها تهتم بالشكل أكثر من الموضوع. انتقلت إلى إقليم زاكورة، وبالضبط إلى أكدز، لأن أولا الدافع هو الرغبة ديالي في إخلاء مدينة الرباط، لأن بالنسبة لي مدينة الرباط هي المدينة اللي يعني اللي ولات مصدر ديال الذكرى ديال الآلام بسبب ما وقع لي في 2015،
وبغيت نتجنب ايضا انني نبقى نتلاقى مع الاسره ديالي هنايا في هذه المدينه لانهم ما كيسكنوا هنايا. السكان تما يعني كنحس براسي المنطقه بحال كنعرفها لي سنين، مرتاحه فيها، منطقه نشيطه جدا ثقافيا، كنمشي للصحراء، كنمشي للواحه، كنعرف الناس، يعني ما عنديش مشكل فيها. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.